مدي رجليك شويه يا عم. طب ايه هو لسه بدري؟ بعدين ايه المنطقه المعفنه اللي انت جايبنا فيها دي؟ على قد لحافك مد رجليك، هعمل ايه؟ بيني وبينك انا دفعت نص اللي معايا لما حسبت على مشاريب في القهوه. ماشي يا سيدي، اديك اخدت ثمن جت عندك. تعال هنا؟ خش. ايه؟ لسه في تحت؟ انت متأكد انك بقيت في الأوضة دي؟ مش شايف حتى هي قدامك ولا ايه؟ والله كويس اني طالع عليك النهارده. يلا يا عم خلص، مش قادر اخد نفسي. ماشي يا اخويا، لما نشوف القص اللي هتبقى في غنى. بقول لك ايه؟ اي عشة فراخ تبقى احسن من هنا. طب يلا يا اخويا، يلا. احنا هنروح وهنتفرج. يلا هات الشنطة. هو ده الاوتيل؟ لو قلت هتاخدني شيراتون ولا هيلتون. ادخل بس وشوف. افخرستو. شكرا. مستر سالم. ايه الشنطة دي؟ ايه ده؟ الراجل ده ازاي بيتكلم عربي؟ نتكلم عربي ونتكلم انجليزي ونتكلم فرنساوي ونتكلم يوناني. لا الناس هنا بالخمس لغات على طول. مستر سالم، نتكلم في موضوعنا، ايه الشنطه دي؟ انت مالك؟ انا مالي لو الشنطه في ايدك، لكن الشنطه في ايد واحد تاني، واحد تاني طالع معاك وتتعترضك، يبقى في حساب تاني. يا سلام على اللفة. شنو لفة؟ يا عم اخلص، ايه المطلوب؟ زبون تاني في الأوضة يعني معناها زيادة في الأجر 50%، أو سابك ياخد شنطته ويخرج وهنفضل حبايب. لا يا سيدي، آدي ال 50% ونتعامل رسمي. باسبور، أهلاً وسهلاً. ورخامة برخامة بقى، الملايات عايزة تتغير وعايزين مخدات زيادة. كل اللي هتؤمر بيه حضرتك مستر سالم ينفذ ما دام دفعت الأجرة. خد بقى بيانات الباسبور براحتك وبعتهم على المخدات. يلا يا عم عمر. انت عارف اكتر حاجه طمنتني ايه؟ انك مسيطر هنا جامد. حمام خصوصي بدل المراحل العامه اللي كنت عايش فيها. وادي كمان دولاب بقى الجنود. وادي تلفزيون لوحده. ايه رايك بقى؟ خلاص يا سالم انت هتذل لنا، كل اللي بركوته على قد دمه يا اخي. طب يلا رص انت حاجتك في الدولاب وانا هنزل اجيب لنا احلى غدا. طب استنى انا هاجي معاك. انت هتيجي معايا ايه؟ انت يا ابني ما بقتش ضيف، انت خلاص بقيت عشره. انا ساعه بالكتير ومش هتاخر عليك. يلا بس اسمع، انا هدفع نص ثمن الاكل. انا بقول لك اهو. تصدق انك ارخم من الراجل اللي بره؟ انا عارف. يلا عيش حياتك. اعمل حسابك ان اي مكان هياخدك فيه
ممكن جدا يكون فيه كاميرات مراقبة. افرض مثلا ان انت وسالم في مكان، هتقدر تعرف اذا كان فيه كاميرات مراقبة ولا لا؟ هنا مثلا. غلط، أكبر غلط. أنت كده بينت إنك عرفت إن المكان فيه كاميرات، وعرفت كمان مكانها فين. البني آدم الطبيعي ما يلفتش نظره حاجات زي كده إلا إذا كان متدرب وعارف إن المكان فيه كاميرات وعارف مكانها فين. وطالما متدرب يبقى شغال مع حد. الأوضة بقت دبل، وعندي أخبار مهمة جدا كتير. أوكي. الأخبار اللي عندك خليها لوقت ما نتقابل. آه بس مش هينفع نتقابل دلوقتي، عشان المفروض إني نازل أجيب غدا وراجع على طول. واخد بالك من حكاية غدا دي؟ بصرف جامد أنا، ها؟ بصرف جامد، لازم تشخشخ إيدك معايا، ها؟ حاضر. نتقابل آخر النهار. طيب إمتى وفين؟ يا ابن الصايعة، إيه الأكل التحفة ده؟ خبرة بقى. كده بقى عيش وملح. قصدك عيش ولحمه. انا المره دي بس ستك تدفع، المره الجايه هننصص. انا بقول لك اهو. لا حوش الفلوس اللي بتقع منك. ما خلاص يا عم، انت هتذل لابونا عشان فضفضنا معاك بكلمتين. يا عم كل براحتك، انا بهرج معاك. ولا انت يعني لازم تلعبنا على تم الاكل عشان تعرف تاكل؟ حق يا سالم، لو قضيناها كده انا عيش ملك. طب قول لي، عندك خطط بعد الاكل؟ اهضم واقول لك. طيب انا هنزل اروح مشوار، اروح على قطر رزقي. أشوفك بالليل على القهوة. سلام. أخبارك الحلوة؟ يا عم أنت بقول مساء الخير الأول. مساء الخير. هات. رحت له عند الدمنهور زي ما اتفقنا، لقيته خلع. رحت ماشي ورا بنت الدمنهور، لأن حسيت إنها بتزودني في ردودها عنه. المهم إحساسي طلع في محله، راحت عشان تقابله. سبتهم براحتهم خالص، ولما مشيت طبيت عليه، وبصنعة لطافة كده خدته من الأوتيل الحقير اللي هو عايش فيه عندي على الأوتيل، وفي نفس الأوضة. يعني في حضني. أصلاً شو السبب اللي خلاه يترك الدمنهور يقعد بالأوتيل؟ ممكن يكون عشان يسيبهم براحتهم. ما في سبب تاني؟ بصراحة يعني أنا مخي راح للأباحة، بس الواد طلع مصري أصيل. شو يعني مصري أصيل؟ أيوة، المصريين دول فيهم نخوة مش عند حد أبد. نخوة؟ المصري من دول لما يروح يزور حد في بيته ويكون في ست قاعدة بيطغطي راسه كده ويتكسف. على هيك أنت مش مصري. ليه؟ لأنك إذا دخلت على بيت فيه ستات راح تشلعهم تيابهم. حلوة انت. ايوة بقى، هو ده الكلام. ما بتسهروا بالقهوة؟ ليه؟ شمعنى؟ بدون شمعنى. ماشي يا عم أمرك، مادام الظرف طلع انا مالي، انت حر. بص استاذن على رقمة يا عجل. عد يا مو محتاج عد، خلاص راحي. وانتوا لسه ما خدتوش بالكم ان حط طاوله وبيغلب اي حد؟ حد نازل؟ ايه يا عم انت لسه هتلعب زي ما تحب؟ لا يلا بينا، مشوارنا طويل وانا تعبان طول النهار في اللف. يلا على قولك. الحساب عند عم رياض. ماشي تمام. الله يعين عمك رياض. عايز حاجه يا عم حوده؟ طمنا عليك يا عمر. تصبحوا على خير يا جماعه. وانت بخير. على خير. تصبحوا على خير. انت بخير. مع السلامه. ما انت رجلك فل اهو، حطمت القعده ليه في القهوه؟ يا اخي بجاملك يا أخي، بجاملك.
يا عم التنح كي ذا كي ان يور روم. ده المفتاح في الاوضه. طب يلا بينا. هو ايه اللي يلا بينا؟ يعني ايه المفتاح في الاوضه يا عم؟ يلا بينا انا تعبان. يلا يلا افتح في الاوضه ازاي؟ اسمع كمان، يعني ايه المفتاح في الاوضه؟ عايز افهم يا سيدي. انت لسه هتسال؟ انت هنا مش في مصر، هنا المفاتيح بتبقى في الاوضه. يا راجل تعالى بس تعالى. طبعا على اساس المفتاح هو اللي هيفتح. جرى يا سالم في ايه؟ استنى بس جود ايفنينج. جود ايفنينج. يلا يا عم انت هتقف تسمر كده وتقول لي المفتاح. انت سلسله مفاتيح يا ابني. طب يلا يلا. ايه هم اثنين؟ هم اثنين كده الحسبه ما تقصرش. انا جاي اوصلك ولا ايه؟ يلا يا عم جود ايفنينج. دلوقتي انا اتاكدت. ايوه انا عارف ان الاوضه ضيقه، مفيش مكان تقعدي فيه. انت عارف دي اول مره انا اسهر مع واحد ابيض كله بني. الله عليك يا سالم يا جامد. اسمك ايه؟ ديانا. انت وزنك كام؟ يا خراب يا خراب. ياخدي 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 ياخدي. معقول؟ يلا سلام. تعالى الجمال ده. انت جميل خالص. ايه ده؟ يا ابن الصايع انت شكلك جميل كل انت جميل. سلام.